الفنانه بيان حمشو. اهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشه ونورتينا اليوم. اهلا وسهلا فيكم، انتم المنورين. بيان، بدايه قبل ما نبلش نحكي اكثر عن تواجدك اليوم بالحفله، خبريني اول شيء مين المسؤول اليوم عن اطلالتك وقديش بيان عم تهتم باطلالته؟ اول شيء تحيه للمزين العالمي وسيم عبود تسريحتي. طبعا الفستان بدي خبي سر، ما فيني اقول لانه صبيه اللي بتعملي الازياء وما انا ظاهره للاعلام كثير. بيان، نحن اليوم موجودين معك بحفل لحضرتك، خبرينا عن هذا الحفل، نحكي كمان عن الاغاني اللي رح تتقدم من خلاله اليوم. طبعا عندي اغنيه تنساني وتبعد عني، اغنيه بتخصني، كلمات رياض العلي، كمان الحانه اليوم بدي اديها، وفي عندي اغنيه مضيعني معك كمان عامر لاوند والحان الموزع صبحي محمد ابو جهله تحيه، وبس هي الاغاني اللي بدي اقدمها اليوم من اغاني، وعندي شيء جديد عم حضره على العيد ان شاء الله، وبين الدراما موفق بين الدراما وبين الحفلات. بيان، قبل ما ننتقل على موضوع الدراما، اليوم ممكن نشوفك بفيديو كليب خاص فيكي ونشوف انه هذا الشيء رح يكون اخذك اكثر من التمثيل؟ اي طبعا، هلا انا عندي فيديو كليب سابق وعندي جلسه تصوير بالاغنيه الثانيه، بس حاليا هلا بعد رمضان على العيد، كل عام وانتم بالف خير، رح اقدم شيء كثير حلو مع فيديو كليب كمان كثير حلو من اخراج عامر الجابي، استاذ عامر الجابي، شركه اوسكار، وان شاء الله ان شاء الله بتوفق ان شاء الله. نحن مثل ما عرفنا وصلتنا اخبار انه رح تكوني انت موجوده ضمن عمل هو مشترك ليبي سوري حمل عنوان صدر الحكم. خلينا نحكي اول شيء عن هذا العمل، عن شخصيه بيان بهذا العمل. طبعا هو العمل متصل منفصل، ضيوف حلقات، فانا بين الحفلات وبين العمل ما قدرت غير اني يكون مستضيفيني بحلقه واحده. طبعا انا كان دوري اكبر من هيك بكثير، بس ضغط الحفلات ما قدرت اني اكون اكثر من هيك متواجده، بس حاليا عندي عمل بده ينعرض اسمه عيلي على الموضه، في مسلسل طبقات حكون متواجده فيهم برمضان. نحن مثل ما بنعرف عائلة على الموضة هو عمل كوميدي، والكوميديا هي من الفنون الصعبة كتير، قديش اليوم بيان عم تتعب لحتى تأدي هاي الشخصية بالكوميديا؟ ايه طبعا، بس مو شرط العمل الكوميدي يكون كل الفنانين اللي فيه كوميديين، هلا انا كان دوري غير انه يكون كوميدية، يعني شوي صغيرة، بس انه الدور بعيد كتير عن الكوميديا كان. اليوم شو اللي بيزعجك بالتعامل ضمن الوسط الفني؟ انه ما عندنا شركات انتاج بتدعم الغناء. اليوم برأيك الأغنية السورية عم تاخد حقها أو لا؟ أكيد لا، الفنان عم يتعب كتير ليوصل، بينما إذا بيطلع على بيروت بأغنية صغيرة بتلاقي يوصل، وهون عنا صعب كتير. اليوم بيان بتبحثي بالفيديو كليبات أو أي بشي بينعرض عليكي، إنه الجرأة هي رح توصلك للشي اللي أنت بدك إياه أو لا؟ أنا بيهمني إني وصل كلمات وإحساس ولحن للجمهوري. طبعا لا، انا ما بيهمني الجرأة، انا بعتمد على صوتي، على اللحن الحلو، على الكلام الحلو اللي ممكن انه تحبه العالم، مو بالضروره انه يكون شعبي او هيك، لا مو بالضروره، احيانا الكلمه الحلوه، الكلمه هيك اللي فيها احساس بتوصل لقلب المستمع اكثر. مع مين متمنيه انه اليوم يجمعكم ديو مشترك؟ ديو مشترك زياد برجي. بتحسي انه صوتك قريب من صوته؟ طبعا ايه، بغني نفس الاحساس. بالعيد رح يكون في شيء غير التحضيرات الجديدة، حفلات رح تكون بسوريا أو خارج سوريا؟ إن شاء الله لا، في عنا حفلات هون بسوريا، وفي عندي حفلة بماليزيا إن شاء الله، وببيروت وضمن دبي، يعني بدي أتنقل بين سوريا وبرا. اليوم الفيديو كليب عم بتأنجي إنتاج خاص أو عم بيكون إنتاج شركات؟ ما عم بحكي لك إنه ما عنا شركات نحن للإنتاج، أكيد أنا إنتاجي الخاص. الفنانة بيان حمشو أكيد كل التوفيق لك وشكرا كثير لوقتك. كلكم ذوق، هلا.